اهلا بحضراتكم من جديد واخر فقرات برنامج الاهلي خط احمر لهذه الليله. نتمنى تكون ليله سعيده لكل جماهير النادي الاهلي ونكون اسعدناكم. ولكن بعض اللاعبين القدامى وتحديدا في النادي الاهلي في بعض الاوقات بيكون عندهم مشكله مش عارفين اسبابها، او ربما عارفين اسبابها بس بيصعب علينا ان احنا نذكر اسبابها. فلما بيروح البرنامج معين وكأن البرنامج ده شروط الجلوس على الكرسي، سواء كنت مقدم برنامج او كنت ضيف، انك تنتقد النادي الاهلي بشكل غير موضوعي وتحاول ان انت تكون في قدر الامكان تروح تستغل غضب بعض جماهير النادي الاهلي عشان تتكلم عن النادي الاهلي بشكل غير موضوعي. شيء صعب جدا، متكرر بشكل كبير جدا في احد البرامج على احد القنوات الفضائيه. استعرضنا فقرات منه كتير جدا وتجاهلنا الاكثر والاكثر عشان بنقول كانوا بيلعبوا بتيشيرت النادي الاهلي، لكن في بعض الاوقات بتحصل لحظات على الهواء بيتناسوا ان هم كانوا بيلعبوا بتيشيرت النادي الاهلي. احنا بنحترم كل لاعبي النادي الاهلي القدامى، ولكن دي هتكون همسه عتاب مش زي اي اعلام اخر منافس بيكون دوره اتجاه النادي الاهلي دور سلبي بحت، ربما يعودوا الى الطريق الصحيح وربما يلتزموا ببعض الموضوعيه. مش عايز اطول مقدمه اكتر من كده لان الكابتن سمير كمونه استعرضناه قبل كده في فقره، ولكن واضح ان الكابتن سمير كمونه ربما مصر ان هو يكون معانا ضيف اكتر من مره، خاصه وهو بيتواجد امام الكابتن محمد فاروق اللي دائما ضيوفه بتكون معانا في اكتر مناسبه. نطلع نشوف فيديو النهارده الكابتن سمير كمونه ونرجع نعقب. رايك في موسيماني يا كابتن غداد؟ موسيماني؟ اه بص يا كابتن مش عارف هتكلم بصراحه يا عم سريعا بس يا كابتن بعد اذنك لو لا مش سريعا سيبه بقى يتكلم ايه ده فاضل دي عشان انا عندي وقت فضل. بص هو موسيماني حظه حلو ان هو ماسك الاهلي وهو محظوظ مدرب محظوظ ليه؟ معاه تيم قوي، مجلس اداره عامل له سبورت جامد جدا، عنده كل الامكانيات، فبالتالي بيشتغل مع مجموعه قويه بياخد بيها البطولات. تمام تمام كده ان هو النادي الاهلي كبير عليه. ده تحليل كبير عليه زي ما بياخد بطولات يا الله ينور عليك. تمام, تمام كده السؤال اللي هي بعد اذنك ماشي ما انا ما قلتلكش حاجه اتكلم بقى ما انت عمال تقاطعني يا عم موسيماني ما بيجيب بطوله والله يا فاروق والله كلامه جوه الاوضه غير كلامه طيب كمل يعني اللي بيقول على خلي بالك اصل كلمه محظوظ دي كمل صعبه قوي ممكن نسيبه الكاميرا واي مدرب يمسك النادي الاهلي طيب كابتن عشان وقت الكابتن ايوه محظوظ انه يمسك فرقه كبيره بس هقول لك على حاجه بس في حاجه كمان النادي موسيماني ايامه معدوده في النادي الاهلي ايوه بدليل ان لغايه دلوقتي ما جابش حبيب النادي الاهلي نجح اي كهرباء لغايه دلوقتي يعني مش معاك ايامه معدوده ليه؟ قول يا كابتن ليه؟ النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني قوي جدا خلال مش هقول لك ايام ممكن بكثير او شهر يعني بعد البطوله الافريقيه ممكن مدرب كان ماسك تيم قوي هنا وتيم كبير يعني التعاقد اللي بيحصل او المدرب بيلعب كوره مع النادي الاهلي بيلعب كوره دي مهمه جدا ان لعيبه النادي الاهلي يا كابتن رضا يا كابتن احمد محتاجين يلعبوا كوره مع المكسب يبقى مكسب واداء انا بقول لك دلوقتي معلومه يعني عندك على مسؤوليتي موسيماني موسيماني يا كابتن رضا في خلال ايام مش هيبقى موجود معانا بدليل ان لسه ما جددش معانا الاهلي وكل لما يجي يجدد يقولوا له ايه الموضوع والملف بتاعك دلوقتي لجنه التخطيط ايه مع الكابتن خطيب فهنا بقى طالما راح للكابتن خطيب هيبقى هنا في بقى ايه علامه استفهام انا بقول لك فيريرا جاي النادي الاهلي في خلال ايام فيريرا انت قلت الاسم خلاص انت قلت الاسم بقول لك الاسم انا ايه المشكله المشهد جميل اربع لاعبين الاربعه ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي بنكن ليهم كل تقدير واحترام وعجبني الخلطه ايه هي الخلطه الخلطه ان انت تيجي دايما في توقيت يكون المدير الفني هو الحلقه الاضعف عند الجماهير النادي الاهلي وتبدا تاخد من غضب جماهير النادي الاهلي تجاه موقف ما للمدير الفني وتقوم كاشف اوراقك هي دي اللعبه بيتسو موسيماني لما بيكون بيحقق دوري ابطال افريقيا 2020 على نادي الزمالك محدش هيتكلم عنه في التوقيت ده هيبقى توقيت صعب هنختبره المرحله الجايه واختباره امام بايرن ميونخ الاختبار الحقيقي فبايرن ميونخ اللي بيفوز بالثمانيات فيجي يفوز 2-0 والنادي الاهلي يحقق ميداليه برونزيه فلا لسه في اختبارات صعبه في دوري ابطال افريقيا ده بيتعثر امام فيتا كلوب في القاهره يفوز بدوري ابطال افريقيا ومعاه السوبر الافريقي فنأجل الضغط شويه على بيتسو موسيماني عشان يفقد بطوله فتيجي ازمه كهرباء او اعاره كهرباء فنبدا نشوف غضب لجماهير النادي الاهلي فنركب موجه الغضب ونبدا نتكلم عن ان بيتسو موسيماني الاهلي كبير عليه
اعتقد اللي موجودين في مجلس اداره النادي الاهلي لما يكون على راسهم الكابتن محمود خطيب اسطوره الملاعب المصريه في اختياره لمدير فني بالتاكيد هو قادر لما المدير الفني ده يستمر يبقى قادر يقيم فعلا الاهلي كبير على المدير الفني ده ولا لجنه التخطيط قادره كمان دخلت شركه الكره في الموضوع. كل ده وجهه نظر عماله تركب غضب جماهير النادي الاهلي، لكن ان انا كمان اروح اقول ان الراجل ده مش هيكمل شهر وان الراجل ده مش موجود وهجيب مدير فني فيريرا بيلعب كوره مع نادي قوي وتيم قوي وطبعا كان بيدرب نادي الزمالك، وانا بقول لك يا كابتن سمير اسال جماهير نادي الزمالك في الفتره دي هتلاقيها مؤمنه بفكره مفيش مدرسه فن وهندسه، طالما انا قادر بلعب على المرتدات والتحولات وبقدر افوز وبلعب ب 14 لاعب فقط لا غير طوال الموسم ونتيجه الضغط طوال الموسم بتحصل ازمات لكن مش عايزين نتعرض ليها، لكن هي دي طبيعه هذا البرنامج، انا اسف جدا انا بقول ده، طبيعه بعض الاراء اللي بتستغل غضب الجماهير وتروح للسكه دي. وكمان بنتكلم يا فارس عن مدير فني، اعتقد الاعلام وصل لدور كبير يعرف الحقيقه بعيد عن الرباعي او لهذا البرنامج. لا يا اسامه للامانه انا مستاء والامانه انا حزين جدا والله. كابتن سمير كمونه يعني ذكرت هدفه في كاس النخبه في الرجاء 97 من الحاجات اللي كانت بتعلق في ذهن الواحد وما بيقدرش ينساها، فانا حاسس كده ان يعني ذكرياتك حتى فيها جزء من ان الناس بتتعمد تشوهها جواك. زي ما قلنا كابتن محمد فاروق واضح انه بيختار ضيوفه بعنايه. وعايزين نربط كابتن سمير كمونه طلع مؤخرا كده قال اصل انا عارف ان انا مش هشتغل في النادي الاهلي، ودي كانت جمله قالها برضو في احد التصريحات. يبدو ان هو عرف طريقه في المكان اللي ممكن يظهر ويشتغل فيه بنوعيه معينه من التصريحات. الراي الفني اسامه قاله لكم، وده طبعا اوضح كمان فكره تعمد الراي في الوقت ده، انما عارف لو وقفت عند الراي الفني وان انا بقول راي شايفه في حته بعيده جدا، وانا اسف انا بالنسبه لي هم على مستوى التدريبي ما حققوش نجاحات، ما حققوش بصمه، حاولوا مع انديه ضعيفه وبرده فشلوا، والبعض في الدرجه الثانيه برده ما حققش نجاحات، فيمكن الراي الفني حتى لو في شطط كبير قوي مش هقف عنده. وفي عشان نكون امناء في جزء من جماهير النادي الاهلي بيردد هذا الراي في بعض الاوقات في اللحظات اللي بيكون فيها اخفاق. فانما لو اقتصر الموضوع عند الراي الفني يا اسامه ماشي، يعني حاول حتى ده راجل طالع يتكلم فني، انما تعمد تصدير الازمات وفكره بقى ده انا هعلي على رضا عبد العال في الترند انا هضرب اخبار، فكره ان فيريرا جاي النادي الاهلي وخلال شهر والمستوى ده انا حاسس بصدمه، يعني عيب يا جماعه والله عيب رفقا بالاهلي، انا بقيت مكسوف ان انا اقول بصوا ابناء الانديه الثانيه بيعملوا ايه، ده احنا بنقول الاعلام المحايد الناس اللي بتطلع تقول احنا مش منتمين وعمالين شغالين على النادي الاهلي وبنقول تمام، انما كمان مجموعه كلها زي ما اسامه قال لكم ارتدت تيشيرت النادي الاهلي واصل التقطيع واخبار مفبركه وخلال شهر هيكون في مدرب، هو في ايه؟ احنا وصلنا لكده ازاي؟ ازاي بنشوف المشهد ده من ناس لعبت للنادي الاهلي يوم وكان النادي الاهلي لها فضل عليها في يوم؟ قلنا لو خبر حتى راي فني والله هنعديه، انما كمان توقعاتي وحصرياتي وانا جامد وفريرا جاي كمان شهر، والله العظيم انتوا مش بتخسروا الرصيد بس، انتوا بتفقدوا احترام الناس. والاسوأ واللي هيخليكم تحسوا انه عيب اكتر لما نطلع ونشوف الفيديو ده ونشوف وكيل فيريرا نفسه هو بيقول ايه، نطلع ونشوف الفيديو. دوائل غرض الدين ده كان مساعد فيريرا، فاكرين فيريرا اللي كان ماسك نادي الزمالك وكسب مع نادي الزمالك بطولة الدوري، وائل غرض الدين هو مساعده دايما في الفرق اللي بيدربك. كريم انا سمعت كتير خبريات عن مستر جوزوالدو فيريرا لانه هو بمصر، نادي الزمالك تواصل معه، نادي الاهلي تواصل معه. هي فكرة بلشت بسبتمبر، كنت مع صديق لي هو وكيل لاعبين محمد فاروق بمصر، وطلعت كثير خبريات بوقتها كرمال جوزوالدو فيريرا بده يروح على الاهلي. ايوه. فانا شخصيا تواصلت مع نادي الاهلي، مع رسميين بنادي الاهلي، وهن اكدوا لي انه هن ملتزمين هلا مع بيتسو موسيماني. اه. ولما يكون اي نادي ملتزم مش they are not looking forward to think of any other coach، لانه عندهم التزام بينهم وبين ملتزم بمدرب معين فما بيبصش على مدرب تاني. اكيد فهذا بس كان في اتصال مباشر ما بينك مع المسؤولين في النادي الاهلي. اللي كان في فتره خلي بالك كان موسيماني ممكن ما يجددش فاسم فيريرا اتطرح في مصر هنا. طرح على السوشيال ميديا. بس مش بشكل رسمي يعني. وصلت لا
وصلت الخبريات، يعني انا اتصلت فيهم لحتى نتاكد من صحه هذه المواضيع، فهذه المواضيع اتاكدت انه كانت بس على السوشيال ميديا. والنادي الاهلي اذا في عنده اي نوايا يتصلوا بنادي الاهلي بجوزوالدو فيريرا حيقوموا بشكل رسمي يتصلوا فيها تمام خلال السوشيال ميديا. هو لو انت مركز في اللي قاله وكيل فيريرا هتبقى حاسس انك مكسوف قوي الكابتن سمير كمونه في حته معينه. الراجل قال جمله انا وقفت عندها وحسيت بصدمه، وهي ايه؟ انه قال انتوا عارفين النادي الاهلي كويس قوي، طالما في مدرب لسه في تعاقد معاه النادي الاهلي بيحترم عقوده. انت متخيل الراجل الغير مصري اللي وكيل مدرب من مصلحته انه يكون موجود هو اللي بيعرفنا يعني ايه النادي الاهلي؟ انت متخيل الصوره وصلت لايه؟ احد ابناء النادي الاهلي واللي ارتدوا التيشيرت بتاعه هو مش عارف قيم النادي الاهلي، وبيطلع وكيل لاعبين هو اللي يكلمنا في قيم النادي الاهلي. احنا وصلنا لكده ازاي؟ وصلنا كمان ان الراجل يقول ده انا اتصلت بالنادي الاهلي لما لقيت اخبار عندكم ان انتوا عايزين ان في كلام على التعاقد مع فيريرا والنادي الاهلي نفى وكل الكلام ده على السوشيال ميديا. يا جماعه احنا الوضع اختلف، الوضع بقى ان ابناء النادي الاهلي هم اللي بيصدروا اشاعات النادي الاهلي، والناس اللي مصلحتها ان الاشاعات دي تتقال هم اللي بيجوا يقولوا ده النادي الاهلي علمنا كذا. والله العظيم انا مش محتاجين نعلق اكتر من ان الناس تتفرج على الفقره دي وتشوف هي بتعمل ايه في النادي الاهلي. والنادي الاهلي ما بقاش، انا مش عايز اقول كلمه مضاده، بقى سهل عليها قد ايه، خلوها بقى سهل عليها قد ايه. اللي انا عاجبني جدا وكيل اللاعبين وهو بيدور على اي تصريحات فنجيب شغل، فانتوا بتقولوا ان الاهلي بيفوض انا موجود ما حدش كلمني فاروح انا اخاطب النادي الاهلي. ولكن زي ما قلت لحضراتكم دي مش اول حاله نجيبها من هذا البرنامج، وزي ما قلنا اربع لاعبين ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي من قبل، يمكن حتى ومحمد فاروق بيقول له سريعا، رضا بيقول له سريعا ليه، خليه يتكلم، ده النادي الاهلي، ده انتقاد النادي الاهلي. تعالوا كمان نشوف استكمالا للقصه مع كابتن سمير كمونه بيتكلم في فكرة النادي الأهلي أو رايح لسكة بيتسو موسيماني الحلقة الأضعف في أوقات معينة، برغم أن الراجل محقق في 14 شهر أربع بطولات قارية، سدس بطولات النادي الأهلي القارية وميدالية برونزية. بعض الأوقات بتبقى بعض المباريات غير موفق فيها في التغييرات كطبيعة أي مدير فني، بعض الجماهير تغضب يستغلوها مرة أخرى. نشوف فيديو آخر لكابتن سمير كمون. موسيماني أفضل ولا كارتيرون؟ لا كارتيرون طبعا. كابتن كارتيرون. كارتيرون كمان عمل شكل حلو قوي مع النادي الاهلي، لو كان كمل ده اللي انا كنت بقصده بس انت قطعتني فيها معلش. ان المدرب ممكن يقعد سنه وسنتين في النادي، لان هو كارتيرون عنده فكر بس خد عنده ارتياحيه وخد مساحه من الوقت في نادي الزمالك، عشان كده نادي الزمالك. انت حضرتك بتتكلم على الاهلي والزمالك؟ ها؟ حضرتك بتتكلم على الاهلي والزمالك؟ اه بتكلم على الزمالك كمان دلوقتي. يعني لما كارتيرون كان ممكن يقعد في الزمالك لو ما كسبش دوري؟ لا ما هو قاعد. لا ما هو خسر افريقيا وقعد. معلش بس كسب دوري. مش هيقعد. لا النتائج هي اللي بتحدد دايما. انا بتكلم كمان، انا بتكلم على الاثنين، انا بتكلم لما النادي الاهلي خسر مع كارتيرون افريقيا في الترجي. اه. المفروض كان يكمل. اتكلمت في كلام مهم جدا وحددته انتوا عايزين ايه، يعني الاسئله واجابه واضحه جدا يعني، بس انا يعني ليا راي برضو لما المدير الفني يكون مركز مع الفريق يا خالد بيقدم احسن حاجه عنده. صحيح. انما هو الفتره اللي فاتت مش مركز بقى. راح قطر. صح. راح الامارات. اتفق معاك. راح دي بتاثر على الفريق وبتاثر على النواحي الذهنيه. انت مش عارف اذا كنت قاعد ولا لا، وطبعا زوجته طبعا هي مديره اعماله. ودي مشكله كبيره جدا لما يكون واحد هناك مش كده؟ اكبر مشكله. اكبر زي فايلر. يعني وزي ما هو جوزيه. وزي جوزيه. جوزي يعني برضه ابنه. يعني دي برضه بتسبب أنا مشكله. انا القصه دي ما بفهمهاش. والله العظيم ما بهزر، انا القصه دي بتضايقني جدا. انا عايزكم تركزوا معايا عشان الكابتن سمير كمونه اللقاء ده كان قبل مباراه الاهلي والزمالك، وكان بيتكلم عن فكره عدم تركيز بيتسو موسيماني وانه لازم يركز، وانا مش هيبقى اتعرض لموضوع زوجته ده لان الناس بتاخدها موضوع صعب جدا نتناوله، لان في النهايه موجوده في كل مكان في العالم مدير اعماله يكون زوجته هي مديره اعماله وراجل بيثق فيها وبتقدر تشوف شغلها، ففي النهايه ما فيش علاقه، هي بقى زوجته، هي اخته، هو اخوه، هو ابنه. انا بشوف ان الكلام ده ما ينفعش ان ايه نتطرق ليه، لكن الكلام ده يكون قبل مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت 5-3. والغريب الغريب ان كابتن سمير كمون يكون توقع ان الاهلي هيفوز 6، يبقى هنا لازم تقول هو في ايه، هو مين مع مين، ازاي كارتيرون افضل من موسيماني، وازاي النادي الاهلي او مدرب النادي الاهلي مش مركز، وازاي بتتوقع ان الاهلي يفوز 6 فتجد الاهلي بيفوز 5، فين رايح على فين ما نعرفش مع كابتن سمير كمون. لكن كمان ان يكون رؤيته الفنيه
في فكره ان هو يستدعي كارترون ويقول ان كارترون مع الاهلي كان بيقدم مباريات حلوه. انت شفتها فين ده كابتن سمير؟ يعني ده احنا انا اسف والله مع كامل احترامي لفريق الاتحاد، احنا مغلوبين 4 من الاتحاد، مع كامل احترامي لنادي سكندري كبير وطبعا احترامي لزميلي فارس اسكندراني، ولكن اتغلبنا 4، كنا في مؤخره جدول الدوري، كنا بنعاني بشكل كبير جدا. اعتقد خانك التوفيق، واعتقد كمان لقاءات يا فارس بيتس موسيماني امام باتريس كارترون هترد عليك بشكل كبير جدا، لان باتريس كارترون التقى وهو مدير فني لنادي الزمالك مع بيتس موسيماني 3 مواجهات، الثلاث مواجهات 2 فوز للنادي الاهلي، فوز 2-1 وانا ناقص 6 من العناصر الاساسيه، وفوز 5-3 وكان المفترض يعني نقدر كنا نفوز اكتر من كده، ومباراه اخرى كانت في الدور الثاني قبل مباراه سان داونز للنادي الاهلي وتعادلنا 1-1. اعتقد اي حد بيشوف الصوره بالشكل ده لا يمكن يقول كارترون افضل من بيتس موسيماني. يعني اعتقد يا جماعه معانا فيديو تاني بس ممكن نعقب على ده اهم، لان الفكره وصلت. كمان المفارقه في كلامه ان هو شايف يا جماعه ان كارترون كان لازم يكمل في النادي الاهلي وياخد فرصه عشان يطبق افكاره، وان هو ما خدش فرصه. كارترون كان ايه اللي حاصل بقى؟ خسر مباراه الترجي ب 3-0 في اسوأ نهائي في تاريخ النادي الاهلي على المستوى الفني. خرج من الوصل في البطوله من الفيصلي في البطوله العربيه الوصل الاماراتي في البطوله العربيه، وكان مباراه انا بنساها من ذاكرتي النادي الاهلي، يمكن عشان بعد كده ما قلت الوصل، حتى مباراه سيئه جدا. الأسوأ بعد كده رجع حقق نتائج سلبيه في الدوري مع المقاولين، وكان الدوري اكيد هيضيع مع كارترون لو كمل. المدرب اللي عمل كل ده مع النادي الاهلي اداء سيء، شبه بنلعب كره تطفيش قدام فرق حتى اقل مننا زي حرس الحدود وغيرها وبنخسر بنتائج كبيره، كان شايف ان هو يكمل ويبني افكاره. موسيماني اللي محقق 2 دوري أبطال أفريقيا و2 سوبر أفريقي ومحقق كاس مصر ومحقق 3 عام للأندية، كان شايف ان هو لا ما ينفعش يكمل والراجل ده يمشي. انتوا متخيلين الناس بقت تفكر ازاي؟ ارجوك ارجوك يا جمهور النادي الاهلي، عندك تحفظ على اي شيء او شيء فني او بتاع ده انا تفهمه تماما، انت راجل مصلحتك مصلحه النادي الاهلي وبتشوف بعين النادي الاهلي وبعيننا زي ما احنا كلنا في النهايه عايزين النادي الاهلي يبقى افضل حاجه، بس في نفس الوقت اوعى تخلي حد يستغل لحظة أو اعتراض عندك عشان يودي الصورة لمقارنات غير حقيقية بالمرة، كلها مغالطات كلها أكاذيب، والواحد زعلان إن هي تطلع من أبناء النادي الأهلي اللي بجد الموضوع بقى صعب جدا جدا جدا، لأن النادي الأهلي وجمهوره إدوا الناس دي كتير قوي. وارد يا فارس يكون الناس اللي بتتكلم تقول لك ما هو ما تخيمليش 2 مدربين فنيين قصاد بعض. كابتن سمير كمونة من وجهة نظره إن سكواد نادي الزمالك اقوى من سكواد نادي الاهلي الحالي، ومع ذلك بيتس موسيماني مع السكواد اللي من وجهه نظر كابتن سمير كمونه اقل من سكواد نادي الزمالك بيفوز 5-3.